مساء الخير أحبائي وأصدقائي قناة الملكة والأمير. الملكة هي العذراء وماري جرجس الأمير. بشكر كل من تفضل واشترك بالقناة. القناة دايما اللي بتجيب الحقيقة وبتبحث عن الحق وتبعد عن الضلال. أنا نزلت فيديو وكتبت ذبحوها الخونة، لقيت الناس كلها معترضة على عنوان. أنا مش عارف إيه وجه الاعتراض لما إنسان يتاخد ويتخطف وهو ماشي في الطريق ويتضرب ويتعذب ويتهان، ويجبرني إن أنا أقول حاجات أو شهادة لا تخصني. هما جابوا فيديو وقلنا الفيديو ده ربما يكون مشكوك فيه، ما تكونش هي الأخت رانيا عبد المسيح، وربما تكون الأخت رانيا هي الأخت رانيا عبد المسيح، وكانت ما كانتش أقوى من العذابات اللي اتحملتها، بدليل إن كانت في واحدة ست عمالة تلقنها وتقول لها قولي كذا وقولي كذا، ارفعي كذا اعملي كذا. والشخصية اللي كانت بتبث الفيديو كانت عينيها زائغة شمالا ويمينا وفوق وتحت. وقناة مكافح الشبهات ده احنا عارفين انها قناة وهمية، قناة داعشية بتجبر المختطفات المسيحيات على انهم يعلنوا ويشهروا الدين الاخر. وانا زي ما قلت، انا بطبيعتي بحب اكون محايد، بحب ديني كل حاجة وكل شيء جميل، لكن عايز اقول اني مفيش حد يقدر يجبرني على حاجة ابدا. ولكن ممكن تكون من كثرة التعذيبات وكثرة التهديدات وكثرة الالام فبضطر ان انا اكون غير قادر على تحملي. ما تكونش علاقتي الايمانية اقوى من كده. وقلنا ان الاخت رانيا كانت عضوة في بيت منظمة دينية اسمه بيت العيلة، وانا عن نفسي وعن شخصي وعارف انكم كلكم جميعا لا تعتقدون به بانه اي منظمة تحل اي مشاكل بالاصل. ياما حصلت مشاكل كتير قوي وما تحلتش، ولكن هي كانت حابة انها تكون في هذا الوضع. الله اعلم ما كان بداخلها، كان بداخلها ايه، هل هو كان وضع او برستيج او الكنيسه كانت قايله لها طالبه منها انها تكون عضوه في بيت العيله، الله اعلم. الكنيسه هي اللي تعلم كل ذلك. والناس زعلت مني لما انا بقول ذبحوها الخونه. لما يجي الاستاذ ميلاد استفانوس المحامي للاسره الكريمه اسره الاخت رانيا عبد المسيح وتقول وتعلن انها راحت الاسم بذاتها وبكامل حريتها وبكامل ارادتها، طب انت لما رحتي بكامل حريتك وبكامل ارادتك ما طلبتيش لي حد من اهلك عشان تشهري وتعلني دينك اللي ذهبت لي والتي انت شايفاه ان هو دين حق وترينه ذلك؟ وليه ما طلبتيش اي كاهن من كانت الكنيسة عشان يكون شاهد لهذا الحدث؟ طبعا اكيد الشخصية اللي راحت الله اعلم ان كانت هي الاخت رانيا عبد المسيح في الحق ام لا، لان اكيد هي كانت مرتدية حجاب. وطبعا احنا عارفين الاخت رانيا كانت ترتدي لبس عادي جدا. احنا داخلين على تاني او داخلين على الشهر التاني وفي نهايته، وما زالت القضية غير محسومة. ولكن الأزهر حسم وقال كلمته بالنسبة للأخت رانيا عبد المسيح، وقال الشيخ محمود أبو زيد الأمير نائب شيخ الأزهر إن الأخت رانيا لم تذهب إلى حتى الآن وحتى هذه الساعة إلى الأزهر لكي تعلن وتشهر إسلامها. الحق يا إخوتي، الموضوع زاد وماج اكتر من الحدود. وانا شايف ان اسرة الاخت رانيا عبد المسيح
هديت جامد قوي بالموضوع. هل في امور متغيبه عننا واحنا ما نعرفهاش؟ هل الامن العام صرح حاجه للاسره الكريمه دي انها تهدي من الموقف من هذا الموقف او من هذا الحدث لامور معينه؟ احنا ما نعرفش حتى الان. الاخ ريمون لم يظهر ولم يتحدث باي شيء، ولكن وصلت لنا بعض المعلومات هو الصمت وعدم الحديث عن هذا الموضوع، ولا اعرف ولا اعلم ايضا لماذا هذا الطلب. هل هو لامور برضو غيبية ونحن لا نعلم عنها؟ كذلك ايضا الكنيسة حتى الان لم تتحدث عن هذا الموضوع، وكأنه لم يكن، وكأنه لم يكن. طيب احنا نعمل ايه؟ المطلوب مننا ان احنا كل اللي مطلوب مننا كمسيحيين كأقباط مصريين ان احنا نصلي ونتضرع الى الله ان تعود هذه الام الفاضلة لبناتها، لان انا زي ما قلت ان البنات في اشد الحاجة الى امهم. البنات خصوصا بيبقى الام هي سر حياتهم، وهي سر او زي ما بيقولوا غطاهم. طبعا اي بنت بتكون سرها مع امها، وكذلك الام الحزينة التي تبكي بكاء الحجر لم تعرف شيئا عن ابنتها التي خرجت في يوم ولم تظهر حتى الان، وكذلك الزوج الذي يتألم عن وهو بسبب غياب زوجته. اطلب من الله انا شخصيا ان يتدخل في هذا الامر وان يحل المشكلة. وبطلب منكم ما تزعلوش من العنوان اللي انا قلته، لا ما كنتش اقصد ان انا اقول شعر ولا اقصد ان انا اقول اي حاجة، ولكن حبيت اعبر عن مشاعري الداخلية، وهو اني الاخت رانيا بذلك والاسرة باكملها تم ذبحها. عندما ينقص عضو من عضو الانسان يعتبر كأنه شبه مذبوح. ايوه، اي انسان لو في الم في اي عضو بجسمه الجسم كله بيتألم. لم اقصد اي شهرة، لم اقصد اي لايكات، لم اقصد زيادة اي مشتركين، لاني انا بالفعل كل هدفي هو رجوع الاخت رانيا عبد المسيح لاسرتها. ليس مطلوب مني ان تعود مسيحية او مسلمة، ولكن هو المقصود بها عودتها الى بناتها، وهو ده اهم شيء. اما انها تعود مسيحية الى مسيحيتها وتعود الى في حضن المسيح، هذا الامر يرجع ليها هي شخصيا. ان احبت ان تعود اهلا ومرحبا بك في احضان القديسين، ولكن ان كنت ترغبين وتري ان هناك دين اخر هو الدين الحق او هو دين النور كما يعتقد الاخرون، فمن حقك ان تختاري، لان الله اعطاك الحرية الكاملة واعطاك العقل لكي تفكري وتجدي ما ترغبي. الله اعطانا جميعا حرية كاملة. فقال المسيحية لا تجبر اي شخص على الدخول لها، وكذلك الاسلام فيقول لكم دينكم ولنا ديني. كل انسان وله دين. ان الوطن للجميع والدين لله. الوطن للجميع والدين لله. الدين هو علاقة شخصية بين الانسان والله فقط، لان الله هو الديان، هو الوحيد الذي يدين كل شخص. الله ارسل رسله وانبياءه من اجل ان يبشروا بكلمته، وان يبشروا بان هناك الله عادل وهو الذي خلق السماوات والارض. وكما كنا ووضحت من قبل ان الله ارسل رسله. السيد المسيح حينما حل الروح القدس على التلاميذ بدأوا يبشرون بكلمة الله، ليس بالإكراه، ليس بالتهديد،
ليس بالتعذيب ولكن بالسلام والمحبة وشفاء المرضى وانتشار الكلمة. فنجد أن بطرس في عظة واحدة قد أعلن يهود أكثر من 3000 نسمة بدخولهم إلى المسيحية. ولكن عندما علم اليهود بذلك فقد عذبوا بطرس وسجنوه وكذلك أيضا بولس الرسول. ونجد أول الشهداء هو القديس استفانوس الشماس الذي جدفوه بأنه كان يجدف الله وكذبوه وقالوا عنه أنه يجدف على الله، ولكن قام أن يحكي لهم العهد القديم من أوله حتى وصول السيد المسيح، ولكنهم أخذوا يصرخون لأنهم يريدون المسيح الملك الأرضي لا يرغبون في السماء. هذا ليس عزة، ولكن أريد أن أذكر إخوتي دائما بأن قناة الملك والأمير هي قناة تبحث عن القلوب والعابرين دائما، وهي ترغب في أن كلنا جميعا نقترب من الله لأننا نعيش في أيام صعبة جدا جدا، وعلينا يوميا أن نكون مع بعض سويا بكل المحبة. أطلب من الله أن يحافظ على مصر وعلى إخوتي المسلمين، وأن يحافظ على إخوتي المسيحيين، وأن يحافظ على شيخ الأزهر، وأن يحافظ على البابا تودروس الثاني بابا وبطريرك الكرازة المرقسية، وأن يحافظ على ممثل مصر الرجل الباسل القوي المكافح عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأن يحافظ على جيشه العظيم الذي يبذل ويضحي من أجل شعبه. أعلم جيدا منكم إخوتي المسيحيين وإخوتي المسلمين أنه لا عداوة بيننا ولا كره بيننا، وأعلم أن هناك أشخاص هم الذين يندسون من أجل أن تكون هناك فتنة طائفية، ولكنهم لم ينجحوا أبدا لأننا ما زلنا لا أكثر من 1600 عام وأكثر من ذلك نحن إخوة منذ دخول عبر ابن العاص إلى مصر. شكرا لكم على محبتكم وعلى استماعكم لهذا الفيديو، ولو عجبكم الفيديو أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. لكم مني كل الحب والتقدير، والسلام لكم جميعا.